السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لإخوان طيبين، مرحبا بك عند أضواء مرحبا كما العادة في هذه الأمسية ديال نهاية يوم السبت المبارك بالزيارة ديال واحد الناس طيبين، ناس مباركين، الله يديهم على خير. درنا معاهم التجارة في 5 دقائق ولينا بقينا معاهم 5 سوايع، فالحمد لله مرحبا بك عند أضواء مرحبا، فهذا كيشجعنا الله ولك الحمد بعد التشجيع ديالكم تانتوما والدعم ديالكم، الله يعطيكم الصحة. اللهم لك الحمد، قدينا الامور وزارونا شي حباب والله يديهم على خير. الناس ديال الدار البيضاء جابوا لنا واحد جوج سيارات تبارك الرحمن، داك الشيء والله ما كنت نتوقعوها الخوت، ولكن تنديروا مجهود وكمال على الله وتوفيقه الا بالله. ومرحبا باي واحد تيجي عند اطول الله يرحمه وتيزوروا، والله الا مرحبا والف مرحبا، وتعرضوا علينا سيارات والله يجازيكم بخير. وحتى الناس اللي كيصيفطوا لي السيارات ديالهم وما تيناسبوش، ما تيناسبونيش من ناحيه الثمن ولا ما تيناسبونيش من ناحيه الليطا، يعني تنعتذر لهم وتنعرفهم انهم محبوني وجزاهم الله خيرا. وكل انسان اللي تيصيفط لي ميساج وتيقول لي تيحبني كشخص محبه لله تنحييه، والناس اللي كيتواصلوا معنا وتيجيبوا لنا السيارات ديالهم جزاهم الله خيرا، والناس اللي كيجيو من بعيد وكيشريو من عندنا الله يديهم على خير. الناس ديال الحسيمه سي انور تحيه ليك، تحيه طيبه. والحبيب الغالي اللي مشى دابا ودام عندي الاكسيس ودا الدي اس ست تبارك الرحمن، بياسه الواعره القنيطره كانت عند اوطو الرحيم، والدي اس تبارك الرحمن الحره الاوبرا اللي فيها العجب كامل، داكشي اللي خلق الله كاع في السيارات كان فيها، يعني فراناج المساج الكريستال المكانه رويس رويس، داكشي تبارك الرحمن. وتنشكروا السي الاستاذ اللي عرضها علينا وجابها حتى للمحل ديالنا هنا وشرفنا بالدي اس وباعها لنا، جات ثاني السيد في المستوى وداها من هذا المكتب المبارك المتواضع ديال اوطو ولد رحيمو. تحيه للاستاذ اللي باعها لنا، تحيه للسي هشام الله يديه على خير. دابا هادو هما الكليان المخلصين الحمد لله، وما بقاش تيهمنا الربح الخوت، كاين شي ناس ما كديرش معاهم هامش الربح صاحبي، تيولي ولو تكون معاهم خطيه كتحسبها ربح الحمد لله، فتيتشرفوا وتا الناس اللي باعوا لنا. وبالمناسبه ملي تنذكر الاستاذ راه ما تنقصدش به انه استاذ تعليم، بعض الاخوات يكتبوا شي في التعليق تما راه استاذ كلشي استاذ، الحبيب راه كنكبر بك انت نقول لك استاذ، راه ما كنقصدش استاذ انه ديال التعليم، راه الاساتذه راه دكتور راه استاذ، قاضي راه استاذ، محامي راه استاذ، معلم راه استاذ، استاذ راه استاذ، تنتارك استاذ، وكل واحد استاذ في المجال ديالو، وهذا هو المقصود باستاذ، فتنكبروا بالناس، فما بقاش نقول لك هذا بسميتو وهذه بالوظيفه ديالو، كلنا اساتذه في المجال ديالنا، والاستاذ هو بالتواضع ديالو والمعقول ديالو راه استاذ. فتحيه لجميع الاساتذه اللي تيتفرجوا فينا، وتحيه لخوتي المغاربه كاملين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وغدا الحد راه كاين شي جديد، وخدينا شي بياسات هادو اللي غنعرضوها عليكم ان شاء الله، ندوزوا بهم عطله ان شاء الله ونعرضوهم عليكم بالتفاصيل الممله. وتحيه لكم والسلام عليكم ورحمه الله. يلا نضرب من جوحنا، الحمد لله رب العالمين.